أهلا بكم في جولة جديدة في أخبار بلا سياسة، حيث ظهرت بطاقات التطعيم المزيفة لكوفيد 19 على مدار الشهرين الماضيين كتحد جديد لمكافحة فيروس في الولايات المتحدة. ووفقا للتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، شوهدت إعلانات عن بيع بطاقات التطعيم لكوفيد 19 على مواقع الويب بما في ذلك إيباي. ومن السهل في الولايات المتحدة تزوير بطاقات التطعيم بسبب انخفاض كلفة الإنتاج ونقص معلومات مكافحة التزييف على البطاقة. جذب طقس دافئ سكان ألمانيا للاستمتاع بحريتهم المستعادة بعد انخفاض عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد، مما سمح بتخفيف القيود في العديد من المجالات وفتح مجالا صغيرا للحياة. فتم السماح بفن الطهي في الهواء الطلق بعد شهور من الإغلاق والاستمتاع بأشعة الشمس والوقوف في طابور لتناول آيس كريم. افتتح أول متنزه روماني مستوحى من التاريخ في العاصمة الإيطالية، واستقبل زواره بالكمامات والطقس المعتدل وألعاب المصارعة. فبين المعارك في ساحة المصارعين وتجارب الصيد بالصقور، يأمل مالكو المتنزه الترفيهي أن يتمكن الكبار والأطفال على حد سواء من الاستمتاع بتجربة الهواء الطلق بعد قضاء معظم الأشهر السابقة في الداخل بسبب الوباء. انطلقت مهمة إنقاذ عاجلة لحوت مانك تقطعت به السبل في نهر تايمز جنوب غرب لندن، وقد تجمع المئات لمشاهدة رجال الإنقاذ هم يحاولون يائسين إنقاذ الحوت الصغير. وأظهرت مقاطع فيديو محاولات إنقاذ المخلوق البحري التي كان من بينها رجل وقف يغسل الحوت بخراطيم المياه قبل أن يقوم الطبيب البيطري بفحصه على حافة النهر. نبقى في عالم الحيتان، إذ يبحث الحوت الرمادي الذي فقد في البحر الأبيض المتوسط على بعد عشرات الآلاف من الأميال من موطنه الطبيعي في المحيط الهادئ عن طريق العودة إلى الوطن. الحوت الذي يبلغ من العمر حوالي عامين وطوله 8 أمتار عبر علماء الأحياء عن قلقهم من أنه قد لا ينجو. فعادة ما تهاجر الحيتان الرمادية على طول سواحل كاليفورنيا بين ألاسكا وباها كاليفورنيا بالمكسيك.